السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، سوف نتعرف في هذه الحلقة الخاصة عن المهام التي جاء من أجلها وفد من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة لزيارة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ممكن أن تحدثنا عن الزيارة إلى وزارة الأوقاف في الإقليم، يعني ما هو الهدف منها ومتى بدأ التحضير لها قبل هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا نحن اليوم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حكومة إقليم كردستان للتواصل مع الوزارة وتبادل الآراء والأفكار. الآن في مركز الدراسات والأبحاث للوزارة، طبعا هناك تواصل وعمل مثمر وعمل مشترك، مداولات كثيرة من أجل أن يكون هناك مركز تابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية يعنى بالشؤون الثقافية والدينية. وجدنا تجاوب مثمر، وجدنا مداولات مستفيضة من أجل الوصول إلى تأسيس هذا المركز، وإن شاء الله الأخوة في الوزارة جادين ومستعدين للتعاون المشترك. طرحنا العديد من البرامج، وهناك إن شاء الله سوف يكون عمل مشترك وتعاون مثمر لخدمة للمجتمع وللسلم المجتمعي هنا في حكومة إقليم كردستان. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شيخنا جليل، كيف تقيمون زيارة وفد من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة إلى وزارة الأوقاف بصورة عامة والمركز مالكم بصورة خاصة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى جميع مشاهديكم الكرام. نقيم هذه الزيارة زيارة أخوية وزيارة حقيقة في الوقت المناسب، ورحبنا بالوفد أحسن ترحيب واستقبلناهم بحفاوة، وعلى أمل أن نذهب بعلاقاتنا مع العتبة الحسينية ومع ديوان الوقف الشيعي إلى الأمام. وهذه الزيارة يعتبر زيارة أخوية، زيارة حبية بين الطرفين لخدمة المسلمين ولخدمة الإسلام، خدمة الوزارتين أو المؤسستين. فنحن على أتم الاستعداد لكامل التعاون وتقديم الخدمات في الوزارة وفي مؤسسات التابعة لنا في كل محافظات الإقليم للعتبة الحسينية، وكذلك نأمل أن يتطور هذه العلاقة في الزمن القريب إن شاء الله في سبيل إعطاء نموذج تعايش وقبول الآخر بين الطرفين إن شاء الله. شيخنا، يعني هو هذا التقارب يعني يمكن راح يولد الكثير من الأفكار، يعني هو يمكن تبدأ فكرة واحدة بس من تتقاربون وتصير وجهات نظر متعددة راح تكون أكثر من مادة. يمكن هسه تحضرون المؤتمر، بس من ينعقد المؤتمر أو تنعقد الندوة بعدها راح تكون يعني آفاق أوسع. مدى استعدادكم لتوسيع هذه العلاقة؟ وإحنا حقيقة نعتبر العتبة الحسينية ممثلنا في مكانه وفي أعماله، والعتبة الحسينية بتصوري يعتبر وزارة الأوقاف ممثله في الأقليم.
هذا الشيء منتهي منه يعني. وإحنا مسألة المؤتمرات ومسألة الدورات والورش التدريبية للخطباء ولمستوى خدمة القرآن الكريم وخدمة شعائر الإسلام متواصلين في التعاون، ولدينا مثلا في السابق كثير من الأمور متعاونين إن شاء الله، ونأمل في القريب العاجل إن شاء الله أن يثمر هذا التعاون إلى تقديم ما هو أفضل. شيخ إبراهيم محمد البرزنجي، مسؤول البحوث والدراسات والإرشاد الديني ومراكز تحفيظ القرآن في ديوان وزارة الأوقاف. تعزيز السلم المجتمعي وتقوية أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب العراقي هو الهدف الأساسي من زيارة وفد الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان.